الأحداث الفترة دي بتجري بسرعة قوي، كل يوم حاكم وأعداء من كل اتجاه ومؤامرات وخيانة، حاجة موترة جداً. ده حقيقي يا كنوز، والفترة اللي جاية أصعب. مصر والعالم كله بيواجه عدو شرس، والقضاء عليه أصعب ما يكون. وده اللي مخوفني، لو فضولي وجميلة قدروا يغيروا حاجة في أحداث الفترة دي هتبقى كارثة. وهتعمل إيه يا يحيى؟ لازم أعرف فضولي وجميلة فين. الناس دي شكلها ما بتهزرش، أنا عاوز أمشي بقى. وأنا كمان، أنا مش عاوز فلوس، أنا عاوز أروح لأمي. يما سرحان في مصر القديمة وحسن عند التتار. كفاية كفاية والولة. هاي يا بروف، إيه أخبارك يا عقل يا مدبر؟ هنعمل إيه؟ ياه انت عرفت ازاي انهم هيقتلوا الرسل؟ وايه تاني تعرفيهم خبيه؟ فكوها وهاتوها لي. واحنا يا اخ، يا جميله، يا بروف، ما تسيبيناش. اهو ده اللي انا كنت خايف منه. انا مش قلت لكم الست دي كهينكو؟ دي هتلعب لمصلحتها، هتظبط نفسها وتخلع لوحدها وهتسيبنا ليهم يشوونا ويأكلونا للكلاب. انا بخاف من الكلاب يا ولاد. يا يما اول مره حد يتجرأ ويقتل رسل التتار. كان صعب عليا اصدق كلامك. ايه اللي تعرفي تاني ومخبياه؟ مش بالسهولة دي. أنا بإشارة واحدة أقدر أنهي حياتك أنتي وكل اللي معاكي، وساعتها أنت اللي هتخسر وهتضيع فرصة كبيرة للانتصار. الانتصار محسوم. ما ظنش، القائد الأعظم هولاكو عنده حرب كبيرة قوي في الشمال، ومحتاج القادة والجنود الأقوياء اللي في جيشك عشان يحاربوا معاه، وجيشك هيبقى مش جاهز خالص لما قطز يهجم عليك. القائد العظيم كتبغى رسالة من مولاي الخان المعظم هولاكو. أمرك يا سيدي. بعد السلام على القائد الهمام صانع الانتصارات ومدمر الحضارات كتبغى، بما أن قواتك قد استقرت جنوب سوريا ولا زال أمامك الوقت للتحرك والهجوم على مصر، فإني أطلب منك إرسال أمهر القادة وأقوى الجنود لينضموا لجنودي في بلاد فارس للتحرك معي إلى الشمال حتى ننتهي من الحروب، ثم يعودوا إليك لينضموا للجيش في حربك على مصر. تحياتي الخان الأعظم هولاكو. مستحيل، انت عرفت ازاي؟ وعندي كتير اقوله لك، بس نتفق. انا اقدر اخليك تدخل مصر بمنتهى السهولة وتقضي على جيشها بدون اي تعب، لكن بشرط. عاوز ايه؟ اكون انا حكم على الفسطاط. الفسطاط؟ بعدين بقى، هي جميلة اتأخرت كده ليه؟ أكيد عرفت تاكل بعقل القائد بتاعهم حلاوة وسابتنا احنا الكلاب تفطر بينا. طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا عاوز ادخل الحمام. يا نونا، عاوز الحمام يا بطة؟ طب جرب كده تقول لهم وشوف هيعملوا فيك ايه. وفي ايه يا استاذ فضولي؟ يعني هو الحمام حرام ولا ايه؟ ده حتى نداء الطبيعة. يا طبيعة. أيوة هو نداء الطبيعة، حالا هتسمع نداء الكلاب كمان شوية. طب أعمل إيه أنا دلوقتي؟ أنا تعبان. نقول لهم أكيد. الله، هو ذنبك يعني في إيه؟ أيوة أقول لهم، حتى الكلاب تاكلك على نظافة. إيه يا ابن الدوشة دي منك ليه؟ في إيه؟ عاوز أخش اخلص. انت علقت. بيقول لحضرتك عاوزين نخش الحمام. حمام تستحموا يعني؟ لا 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 يا فندم، هو قصده يعني يروح الخلا يقضي الحاجة. لا يتصرفوا مكانكم. مش قلتلكم ارجوك عشان خاطر احنا خلاص بنروح هنموت. ماشي. ايه ده؟ وانا كمان عاوز.
انا عاوز انا كمان. يا بطني يابا، يا بطني يما. اخرس انت هتلزق. يا هندسه يا قائد، انا مزنوق يا قائد. عملوها وسابوني الكلاب. لا 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 لا. طب اكل مصاصه في الهوا وارجع تاني بدل الخنقه دي. يلا يا ابني خلاص التواو. ربنا يسترك ولا يزنقك. بس انا بتكسف، ممكن لو سمحت عسكري تدور وشك. خلاص يا ابني انت هتشرط ولا ايه؟ مش كفايه ان انا خرجتكوا؟ اصل يعني عيب، الحاجات دي لها خصوصيه برضو. طب يلا خلاص. يلا يا ابني انت وهو خلصوني، مش هفضل كده طول اليوم. ايه ده؟ هم راحوا فين؟ كويس او ان احنا هربنا. بس انا برضو لسه مزنوق. مزنوق مين دلوقتي؟ اجري بسرعه قبل ما يوصلوا لنا. طيب هنروح على فين؟ مطرح ما الحصان يودينا. اجري اجري يا حسان.